شايفين الشاشة ولا لأ؟ اه يا دكتور، الباوربوينت باينة الستابيليتي اناليسيس. تمام. احنا هنتكلم على زي ما قلت لكم على موضوع الاستابيليتي. الو الو ايوه مين؟ ده حد فتح المايك بالغلط يا دكتور. ماشي. فاحنا ان شاء الله هنتكلم على الاستابيليتي. انتوا عارفين ان السنكرونس جنريتور عبارة عن جزئين، في جزء ميكانيكال وجزء الكتريكال. احنا هندرس لما يحصل اي تشينج، سواء التشينج ده نورمال او اب نورمال، هل الماشين هترجع الى البوينت اللي كانت شغالة عندها ولا لا. هو ده مجمل موضوع الاستابيليتي. يعني في حاجة اسمها ان الماشين ممكن تخرج اوت اوف ستيب، تطلع بره السيستم نتيجة وجود مشاكل سواء ميكانيكال او الكتريكال. فهنحاول انا يعني المحاضرة ديت جمعت لكم بعض الـ يعني الـ النقط اللي احنا هنتكلم عنها. انواع الاستابيليتي ستاديز، التعريف في الاستابيليتي، الداينامكس، وفي حاجه مهمه قوي اسمها السوينج ايكويشن، ولما بنطبقها على المالتي ماشين سيستم، ولما يكون في ماشينز سوينجينج ان يونيسون او كوهيرنتلي، يعني ماشيين مع بعض منتظمين في العمل مع بعض. واخر حاجه هنقولها اللي هو السوينج كيرف. ف زي ما قلت لكم من شويه انه الاستابيليتي دي عباره عن ان قدره السيستم او الماشين او الجنريتور انه يرجع الى البوينت، الى الستيبل بوينت، بعد وجود ديستربنس ايا كان نوع الديستربنس، ايا كان نوع. وهنشوف دلوقتي يعني الكلام ده كده بس مجمل، انما مع الشرح ومع المحاضره هنعرف يعني ايه لما يحصل ديستربنس، سواء كان زي ما قلت لكم من شويه يا اما نورمال يا اما اب نورمال. في حاجات بتحصل ديستربنس نورمال، يعني تشينج اوف لود ده نورمال، او بيعرفها ان هو قدرته ان هو يرجع للاوريجينال بوزيشن بعد حدوث الديستربنس. هنا ده كده مجمل للايه، للباور سيستم ستابيليتي. يعني في عندي روتور انجل، روتور انجل دي مهمه، في الفريكوانسي، في الفولتج ستابيليتي. في ثلاث حاجات بيتكلم فيها عن موضوع الاستابيليتي. طبعا احنا مش هندخل بالديتيلز قوي في كل الحاجات دي، بس هناخد زي ما قلت لكم البيزكس اللي تفهمك يعني ايه ستابيليتي، وتبقى قادر انك انت تعرف بعد كده ازاي انت يعني لما تحب تعرف حاجه عن الاستابيليتي ممكن انك تعرفها. فالروتور انجل ستابيليتي بيحصل نتيجه وجود ترانزيانت، بنسميها ترانزيانت ستابيليتي، الفريكوانسي، وجود disturbances، وفي عندنا حاجة اسمها short term و long term stability. الفولتج stability اللي هو بنقول انه لازم الفولت يكون ثابت، الفولت اللي خارج من الماشين من الجنريتور لازم يكون ثابت. الفولتج stability ده برضو موضوع كبير يعني، واحنا ايه هنتكلم عنه بس يعني مش كتير يعني. فانت عندك هنا ثلاث حاجات من الاستابيليتي. بعض التعاريف حضرتك لازم تعرفها تبقى فاهمها.
عندنا حاجة اسمها ترانزيانت ستابيليتي وحاجة اسمها ترانزيانت ستابيليتي ليميت. يعني ايه ترانزيانت ستابيليتي؟ اللي هي انك انت ازاي، زي ما قلت من شوية، ان الباور سيستم ازاي ريتيرن باك الى الستيبل اوبريشن افتر لارج ديستربنس. عندنا حاجه اسمها في لارج ديستربنس وفي سمول ديستربنس. هنا ده يعني هو نفسه بس ايه باسلوب اخر. الفولتس تعتبر ديستربنس زي ما انتم درستوها، اللي هي البالانسد والانبالانسد فولتس. لما يحصل مثلا ترانسميشن لاين يخرج بره العمل، يحصل فيه مثلا انا لما اوصل اثنين ترانسميشن لاينز واحد منهم يحصل فيه اي مشاكل، يقوم يفصل يخرج بره السيستم وهكذا. يبقى سواء زي ما قلت لك الفولتس تعتبر ديستربنس، وده فجائي ممكن يحصل في اي وقت. الترانزيانت ستابيليتي ليميت الماكسيمم باور، يعني ايه اقصى باور انا اقدر انقلها without lose of stability. يعني ايه؟ يعني ممكن ان الباور دي لو زادت عن قيمه معينه الجنريتور ما يعرفش يرجع تاني، يحصل فيه حاجه اسمها oscillations، ودي اللي احنا هنشوفها بعد شويه. يحصل فيه oscillations، والاوسيليشنز دي ممكن تبقى خطيره جدا، وبنقول ان ممكن الجنريتور يخرج اوت اوف ستيب، يعني ممكن محطه تخرج بره الشبكه. وده بتحصل كتير اثناء التشغيل. روتور انجل ستابيليتي اللي هي الزاويه، الروتور انجل دي اللي بتكلم عنها بتكلم عن الدلتا. طبعا انتوا حضراتكم انت عارف الدلتا، ان انا عندي الفولتج بتاعي، انا لو عندي الفولتج كده، الفولتج اللي هو الفولتج تير اللي هو الاوتبوت فولتج، بيبقى الاي عامل كده اللي هو الجنريتد فولتج، الاي بتبقى بينهم زاويه احنا بنسميها دلتا. دلتا دي مهمه جدا، دلتا دي اللي هي بيسميها الروتور انجل، دي بتبقى ايه؟ بتبقى مهمه جدا، وهنتكلم عنها وهنشوف ازاي احنا ممكن نشوف ايه التشينج اللي بيحصل في الدلتا. الفولتج ستابيليتي دي بتظهر كتير جدا، ودي كانت مشكله موجوده عندنا في الشبكات يمكن في السبعينات من القرن الماضي، وفي السبعينات والثمانينات كانت مشكله موجوده ان الفولت كان بيقل وما كانش بيرجع تاني الى قيمته، كان بيحصل قطع كهرباء كتير جدا. انما بعد ما شافوا المشكله، وما كانتش في مصر بس على فكره، كانت موجوده في 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 في, في دول كتيره، فبعد ما عرفوا المشكله وبداوا ان هم يعالجوها عن طريق ان هو ازاي يرفع الجهد وازاي يخلي الجنريتورز كلها شغاله عند نفس الفولت. الفريكوانسي طبعا الفريكوانسي ده مرتبط بمين؟ مرتبط بالسبيد، مظبوط. مرتبط بالسبيد، السبيد اللي هي بتاعت الجنريتور زي ما انتوا اخدتوها، مش اخدتوا العلاقه بين الفريكوانسي بين السيتا الكتريك والسيتا ميكانيكال ولا لا؟ اخدتوها ولا لسه؟ يا دكتور بتبقى مربوطه بنمبر اوف بولز. تمام، برافو عليك. يعني في عندي نمبر اوف بولز وفي عندي السبيد الكتريكال والسبيد ميكانيكال، في عندي حاجتين هنا مرتبطين ببعض، زي ما قلت لك الجزء الميكانيكال والجزء الالكتريكال مرتبطين ببعض ارتباط كلي وجزئي. حتى محطه التوليد نفسها، لان انت حضرتك لو لما تروح ان شاء الله، اللي منكم راح واللي منكم هيروح يشوف محطه التوليد، هيلاقي ان تلتين المحطه ميكانيكال والتلت الكتريكال، يعني احنا ملناش الا الجنريتور فقط، انما الجزء بقى الميكانيكال التورك والسبيد وال اذا كانت في ستيم او اذا كانت حسب نوع المحطه، كل ده ميكانيكال، كل ده ايه؟ ميكانيكال. فطبعا الفريكوانسي ده بيبقى مرتبط
بالسبيد، عشان كده احنا ما نقدرش نغير الفريكوانسي، ما اقدرش اغيره الا لو غيرت بقى السيستم كله. يعني الناس اللي ماشيه ب 50 سايكل هتفضل ماشيه ب 50 سايكل، اللي ماشيه ب 60 هتفضل ماشيه ب 60. الاول مدخل عشان نشوف الاستابيليتي، طبعا اللي فات ده كله ده مجرد ديفينيشنز، دي تعريف وموجوده في الشيت على فكره، ولازم حضرتك تعرفها، تعرف ازاي تكتب، مش تحفظها يعني حفظ كده لا، يعني تعرف ازاي تكتب لما واحد يسالك يعني ايه ترانزيت ستابيليتي، يعني ايه ستيدي ستيت ستابيليتي، واخد بالك، يعني ايه ستيدي ستيت ستابيليتي ليميت، هنشوفه ازاي نحسبه بالارقام. يعني انا عامل لكم مسائل ازاي نحسبه بالارقام، واخد بالك. وبعدين على فكره الاستابيليتي برضو بندرسها عن طريق الكمبيوتر، عن طريق برضو الكمبيوتر، لان هتشوف الايكويشن هتلاقيها نون لينير، فلازم ندرسها عن طريق اللي انتوا اخدتوه مع الدكتور محمد على ما اعتقد، اللي هو ستيب باي ستيب ميثود اوف سوليوشن، اللي هي داخله فيها الرونج كوتا في اربع طرق اللي هم بنستعملهم مع الكمبيوتر عشان نحسب ايه، عشان نجيب القيم. انا مش هدخلك في البرامج، انما تبقى عارف ان هي بتتحسب على الكمبيوتر. معرفش انتوا عملتوا برامج ولا لا، حد يرد عليا؟ اه يا دكتور، في الباور سيستم عملتوا شغلتوا برنامج ايه، طريقة ايه يعني؟ حد تقريبا يشرح؟ جاوس تايدل يا دكتور. ايش جاوس سايدل، ماشي. هما في جاوس اربع تايدل؟ طرق، في اربع طرق اللي هما بيسموهم نيوميريكال انتجريشن ميثودز، كلنا اشتغلنا بيهم على فكره، وانا واحد من الناس اشتغلت بيهم قبل كده يعني كتير، وكل الناس يعني اللي هم شغالين في التخصص اشتغلوا فيهم. وحاليا في برامج، او احنا كنا بنعمل برامج، احنا ازاي ان احنا نعمل برنامج وازاي ان احنا ايه نشغله. اول مدخل عشان نفهم، عشان نبتدي نفهم او نعرف ازاي ندخل للاستابيليتي اناليسيز، بنتكلم على الداينامكس. كلمه داينامكس دي مهمه قوي عندنا في الناس اللي بتدرس الباور سيستم او اللي بتدرس الماشينز من وجهه نظر الداينامكس. زي ما قلت لك الدراسات مختلفه، يعني في ناحيه، في احنا مش هندرس لا كونستراكشن ولا ثيوري ولا الكلام ده، احنا هنا بنركز على حاجه واحده بس اللي هي الاستابيليتي، ازاي المشين تكون ستيبل افتر ديستربنس، افتر ديستربنس ايا كان نوع الديستربنس. الكاينيتيك انرجي، كاينيتيك انرجي زي ما انتم عارفين نص جي في الاوميجا تربيع. السينكرونس لها شافت مش كده، في شافت، يعني انا لما احب امثل او الروتور بتاعي المفروض ان هو زي ما انا برسم كده، ادي الشافت وده الروتور. انتوا عارفين ان السينكرونس عباره عن ايه، عباره عن فيلد وارمتشر، صح ولا لا؟ فيلد وارمتشر. الفيلد ده اللي هو بيعمل ايه، برودكشن للفلكس، والارمتشر اللي هو بيعمل جنريشن للفولت. يبقى انا عندي هنا بيحصل باور ترانسفير من 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 الميكانيكال الى الالكتريكال، ده لو كانت جنريتور، او العكس من الالكتريكال الى ميكانيكال لو كانت موتور. فانا لما اجي اقول هنا ادي الروتور ده بيدور بسبيد اوميجا اس، الشافت اهو وده الروتور. ودايما في اللارج ماشينز بيبقى الفيلد بيبقى هو ايه، الفيلد بيكون على الروتور، ده في اللارج ماشينز دايما بيبقى الفيلد على الروتور، وبيبقى الارمتشر على الستيتور. انتوا عارفين الماشين دي 3 فيز وسنجل فيز، بس المستعمل في الجنريشن كله طبعا 3 فيز. فنص جي اوميجا تربيع، الجي ده اللي هو المومنت اوف انرجيا، كيلوغرام متر مربع، كيلوغرام متر مربع. الاوميجا اس سينكرونس سبيد، ميكانيكال راديانس بير سكند، ميكانيكال يبقى دي ميكانيكال،
لازم افرق بينها وبين الالكتريك، زي ما قال زميلكم من شويه ان في بينهم فرق اللي هو البول بيرز، ودي لها اثبات برضو على فكره، اكيد انتوا اخدتوها او يعني كده. السبيد ان الكتريك راديانس بير سكند بتطلع لي ان انا بضرب دي في بي على 2، بي على 2 اللي هو البول بيرز. البول بيرز انتوا عارفين ان النمبر اوف بولز ده لازم يكون ايفن، ايفن نمبر، وانا بتحكم في النمبر اوف بولز. السنكرونس على فكره نوعين، في منها السيليانت وفي منها النون سيليانت، او بيسموها سيلندريكال، سيلندريكال او سيليانت بول ماشين. فالاثنين في بينهم فرق، في بينهم فرق في الاناليسيز وفي الاوبريشن. انا عندي هنا بدانا احنا بمعادله الكاينيتيك انرجي عشان نشوف الداينامكس اللي بتحصل في السنكرونس ماشين. ارجو انك تركز معايا في الايكويشنز دي لان انا ما اقدرش ابسطها اكتر من كده. كاينيتيك انرجي نص جي في اوميجا تربيع، هو شال دي وحط الاي اوميجا الكتريك، وجي هنا اطلق على عرف المومنت اوف انرشيا ام اللي هو نص جي في 2 على بي تربيع، ادي دوت اهو، و اوميجا اس اي تربيع، واحده دخلت هنا، يبقى ده اللي هو الايه اللي هو المومنت اوف انرشيا. عرفنا حاجه اسمها الجي في الاتش اللي هي نص ام في الايه في الاوميجا اس الكتريك. الرموز دي احنا هنستعملها يعني. الجي اللي هو 3 فيز ميجا فولت امبير ريتنج اوف ماشين، طبعا انتوا خدتوا البير يونت مش كده ولا لا؟ خدتوا البير يونت طيب صح؟ هو بنقسم الفي على البيز بس كده، ما عشان هو ده اللي انا طلعوا بقوله، كلهم بيكونت. وهي دي البير يونت، واخد بالك؟ الاتش عرفناه ان هو الانرشيا كونستانت، ميجا جول بير ميجا فولت امبير اللي هو، او ميجا وات سكند بير ميجا فولت امبير، ميجا جول اللي هو يعني عرفه هو بالايه بالديفينيشن ده. وصل لان الام بتساوي 2 جي اتش على اوميجا اس اي، اوميجا اس اي اللي هي 2 اللي هي 2 باي اف، دي 2 دي على فكره، دي 2 نبقى نصلحها، يبقى هنا عندي 2 طلعت لي في الاخر جي اتش على باي في اف، على باي في اف. هنا عباره عن يا اما اعوض عن الباي ب 180 تطلع لي بير الكتريك ديجريز. الام برضو عباره عن بنسميها انرشيا كونستانت. الرموز دي هنستعملها حتى في المسائل، وحتى انا لو جيت لك في الامتحان هجيب لك برضو رمز من الرموز دي اللي احنا اعتبرناها ديت. لو انا خدت الجي ده الميجا فولت امبير بتاع الماشين كبيز، هيبقى الام بير يونت هتبقى الاتش على باي في اف. مهم قوي انك تحفظ المعادلات ديت. وهنا بير يونت برضو الاتش على 180 اف، لو كانت بالالكتريك ديجريز انا هعوض عنها بالالكتريك ديجريز. الحاجه بقى اللي احنا يعني انا اتكلمت هنا عن الانرجي ستورد، الميكانيكال انرجي ستورد في الشافت، واتكلمنا عن العلاقات بينهم وازاي ان انا احسب الكاينيتيك انرجي، وفي مسائل على كده ان شاء الله هنشوفها وتلاقيها سهله يعني ما فيهاش حاجه. كله بير يونت زي ما انتم شايفين كده، هنشتغل كله بالبير يونت لانه اسهل بالنسبه للاناليسيز بتاعنا، او بالنسبه للاناليسيز في الدايناميك اوبريشنز ده، هي بنقول ان هي اسهل ان انا اشتغل بالبير يونت. كمان البير يونت بتعرفني النسبة، يعني لما اقول لك الفولت 1 بير يونت يبقى تمام، لو قلت لك الفولت 0.9 بير يونت يبقى انا عرفت ان الفولت فيه ديكريز 0.1، ان الفولت نقص عن البيز فاليو بنسبة معينة. فالبير يونت او البيرسنت لو قلت لك 90% هي نفسها 0.9، يعني البير يونت او البيرسنت ده بيعتبر يعني مهم عندنا في عمليات في الاناليسيس كله. هنا بيقول في ميكانيكال باور انبوت، في تورك، وفي الكترومغنيتيك باور اند سو اون، يعني هنا بيقول لك ان في انبوت.
اللي بيحصل بالظبط under steady state operation بنقول ان التورك electric torque بيساوي التورك input اللي هو الانبوت تورك بتاعي. فلو جه هنا ضرب تورك في اوميجا، ضرب التورك في اوميجا عشان يحصل على الباور. هنا البي التورك في اوميجا اس ماينس التي اي في الاوميجا اس بتساوي البي اي ماينس البي اي. عندنا هنا في الكترومغنيتيك باور وفي انبوت باور. في انبوت باور لما ات ستيدي ستيت بيبقى الفرق بينهم بيساوي صفر لان الماشين ماشيه ات ستيدي ستيت. لما بيحصل اي فولت او بيحصل اي تشينج في اللود او بيحصل اي تشينج في الانبوت تورك هتلاقي ان الباور انبوت ما بقتش تساوي الباور اوتبوت، ممكن تزيد او تقل. هنا بقى الاستابيليتي، ان انا ازاي ابتدي ادرس الاستابيليتي. لو البي انبوت ديت زادت او لو نقصت او البي اللي هي الكتريك باور او الالكترو ماجنتيك باور دي لو زادت او نقصت، يعني اللود زاد او نقص، هل الماشين هتفضل ستيبل ولا لا؟ هو ده السؤال. فالمدخل ده ان انا افهم المفهوم الخاص بالاستابيليتي. هنا بنعرف ان احنا لما يكون الفرق بينهم بيساوي صفر يبقى الماشين ستيبل. الماشين ستيبل يعني ماشين ماشيه في الاستابيليتي بتاعتها. دي الدايناميك ايكويشن اللي هي بتقول لي ان الاكسلريشن دي بتساوي ايه؟ ادي البي انبوت ماينس البي اي اللي هو الالكترو ماجنتيك باور بتساوي الانيرشيا في زائد الدامبنج اللي هي بتساوي الاكسلريتنج باور. اكسلريتنج باور زي ما قلت لك دي بتساوي صفر ات ستيدي ستيت، يعني ات ستيدي ستيت خلاص ده صفر وده صفر يبقى كله صفار. ففي الحاله دي بقول ان انا عرفت الدامبنج، اهو الدامبنج ده اللي هو اللي بيمثل زي فريكشن او حاجه دامبنج، والالكتريكال انجولار بوزيشن اللي هي ثيتا الكتريك. تعال شوف بقى ثيتا الكتريك دي ودلتا، انا عندي زاويتين، زاويه دلتا وزاويه ثيتا الكتريك، وعندي زاويه الدوران اللي هي اوميجا تي اللي هي اوميجا اس في تي. دي زاويه يعني دي مختلفه حسب التايم. حسب التايم في عندنا حاجه اسمها ريفرنس فريم، انا مش هسالك فيه لان ده يعتبر يعني ماده مستقله او حاجه مستقله. العلاقه بين الدلتا والثيتا، الدلتا والثيتا يعني انا لو جيت لو انا بتكلم على الاكسيز في حاجه مهمه قوي اسمها الاكسيز في الجنريتور. في عندي الروتور اكس، في عندي ريفرنس اكسيز، وفي عندي الاكس اللي هو بتاع الفولت. يعني انا عندي اكسيز مختلفه، انا برضو مش هسالك فيها بس تعرف ان الزاويه بين الروتر اكسيز والفي جاي من الفيزور دياجرام دي عباره عن دلتا. عندي دلتا وعندي ثيتا الكتريك، عندي زاويتين. دلتا دي التورك انجل، دلتا دي التورك انجل، الثيتا الكتريك دي هي الزاويه بين في حاجه اسمها ريفرنس فريم، ريفرنس اكسيز. يعني انا لما بتكلم عن الماشين بتكلم عن ماشين لو كانت 3 فيز ماشين، واخد بالك انا بتكلم عن ماشين لها اكسيز وفي حاجه اسمها ريفرنس اكسيز. ليه بقى؟ عشان لما بنيجي نعمل اناليسيز بنحول الماشين الى اكسيز عن طريق اول واحد عملها كان اسمه بارك. فانا برضو مش هنخش في تفاصيلها ومش هسالك فيها خالص، بس انت تبقى عارف انك انت ايه ان الزاويه دلتا دي بنسميها تورك انجل، الزاوية بين الروتر فيلد والفولت دي بتمثل الفيزور دياجرام. وانا هبقى اديكم الفيزور دياجرام بس بعد شوية كده. لو احنا بصينا دي تربيع ثيتا باي دي تي سكويرد هتساوي دي 2 دلتا باي دي تي سكويرد. هنا حطينا الدامبنج بزيرو
يعني هو فرض ان الدامبينج بيساوي صفر، فرض ان الدامبينج بيساوي صفر. فلما نيجي هنا، لما نيجي هنا واهملنا الدامبينج، هيبقى عندي الام في الدي تربيع ثيتا باي دي تي سكويرد. خلي بالك من الام والدايمنشنز بتاعتها، لان هسألك فيها. الام والدايمنشنز بتاعتها بتساوي البي اي ماينس البي اي، اسف، ماينس البي اي. نيجي هنا بنعوض عن الام، وادي دي زي ما هي والطرف اليمين زي ما هو. نيجي هنا هيبقى احط الام بالبير يونت، هقسم على الجي المعادله ديت، هيديني الام بالبير يونت والبي اي بالبير يونت ودي بالبير يونت. الام بالبير يونت اللي هي عباره عن اتش على باي في اف، اتش على باي في اف. راحت بقى الجي لان انا قسمت عليها، قسمت على الجي، يبقى اصبح عندي الام بير يونت بتساوي الكلام ده، واصبح عندي اتش على باي في اف في دي تربيع دلتا باي دي تي سكويرد بتساوي البي اي ماينس البي اي، بي اي ماينس البي اي. كل ده بالبير يونت، كل ده بالايه؟ اكويشن 20 دي احنا بنسميها سوينج اكويشن، بنسميها سوينج اكويشن. دي اكويشن من الدرجه الثانيه في الدلتا، من الدرجه الثانيه في الدلتا، في الدلتا مع التايم، في الدلتا مع التايم. السوينج اكويشن دي مدخل لازاي افهم يعني ايه ادرس ستابيليتي، يعني ايه ادرس ستابيليتي. الدلتا دي اللي هي عباره عن زي ما قلت لك التورك انجل، التورك انجل. انا برضو هحاول اوضحها لك هنا زي ما قلت لك. انا لو عندي، لو برسم الفيزور دياجرام، لو عندي ادي الفولت، هوضحها لك تاني هنا. ده الفولت بتاعي اللي هو الفي تيرمينال بتاع الماشين، ده الفي تيرمينال. وعندي هنا ادي الاي، الاي الاي اللي ماشي، اللي هو اللي ماشي بتاع اللي هو ماشي في الـ في الـ في الارمتشر، ده الاي ارمتشر. لو انا جيت بحسب الفيزور دياجرام والايكوفالنت سيركت، ما اعرفش انتوا خدتوا الايكوفالنت سيركت ولا لا، خدتوها يا باشمهندس؟ أستاذ حد يرد عليا؟ بتاعت ايه يا دكتور؟ بتاعت السينكرونس. احنا خدنا بتاعت الاندكشن، لسه السينكرونس تقريبا. السينكرونس احنا بنعمل لها حاجه اسمها ايكويفالنت سيركت. ما قلت لك في فيلد وفي ارمتشر. الارمتشر بيبقى الايكويفالنت سيركت بالمنظر ده، ادي الايكويفالنت سيركت بتاعتها، طبعا بير فيز، حتى لو كانت 3 فيز فبنعملها بير فيز. وادي الايه، ادي الارمتشر، بيبقى في حاجه اسمها الانديوس دي ام اف اي اللي هو جاي من القانون بتاع فاراداي. ادي الاي وادي الفي تيرمينال، ادي الفي تيرمينال، ده الارمتشر، ده الارمتشر، ده الفي تيرمينال. فدي الار ودي الاكس. الار دي بتبقى صغيره جدا بالنسبه للاكس، ده الار وادي الاكس، دي الاكس بتاعتي، او بنسميها الاكس اس اللي هي السنكرونس رياكتنس. الار والاكس اس، الار دي بتبقى اصغر قوي من اكس اس، فممكن اهمل الريزيستنس كومبيرد لمين؟ كومبيرد للرياكتنس، بهملها وبقول ان انا اصبح عندي هنا، اصبح عندي هنا الاي بتساوي الفي تيرمينال زائد اي في اكس اس، والاي في اكس اس بتبقى ماشيه عامله كده، ده الاي في اكس اس، بيطلع لي هنا الاي، بيطلع لي الاي، ده الاي اللي هو بيمثل الانديوس دي اي ام اف، ده الروتور، ده الفيلد اكسس، ده الفيلد. الزاويه دي بقى اللي هي دي احنا بنسميها الدلتا، ده الروتور انجل او التورك انجل، لان في علاقه بين الاي والفي تيرمينال، الاي ده والفي تيرمينال. وعارفين انتوا القانون وهتاخدوه اكيد، يعني ان الاي ان الو ان الاي بتساوي كونستانت، كونستانت في ان في فاي، كونستانت في ان في فاي، فاي ده الفلكس اللي هو جاي من الفيلد،
أو ممكن أسميها كي واحد كونستانت جديد في إن في الآي فيلد اللي هو الفيلد كارنت. الآي فيلد اللي هو الفيلد كارنت. يعني أنا عندي هنا مفروض في فيلد كمان، في فيلد أهو، ده اللي هو الروتور، اللي هو دايما بيبقى الروتور. الآي فيلد اللي هو بيبقى ماشي هنا، ده الآي فيلد. والماشين عبارة عن إيه؟ عبارة عن فيلد وارمتشر. الآي فيلد أهون، آدي الآي فيلد. الآي فيلد هو اللي بيعمل فلكس، يبقى في بينهم علاقة تناسب. أنا أقدر أشيل الآي فيلد الفلكس وأحط آي فيلد، أو أشيل الآي فيلد وأحط فلكس. ده الإكويشن بتاعت الإنديوزد إي إم إف. في عندي هنا إنديوزد إي إم إف إنسايد الأرمتشر، يبقى في عندي فيلد وأرمتشر، دي سينكرونس. فيلد أهو وأرمتشر. الفيلد ده بيعمل فلكس، الفلكس بيعدي وبيقطع. المفروض إن أنا عندي إن الفيلد المفروض إن هو بيتوصل مع برايم موفر اللي هو بيعمل تورك اللي في محطة التوليد، اللي هو بيبقى جاي نتيجة التورك اللي بيدور التوربينة، والتوربينة بتدور الشافت الخاص بالسينكرونس. فالدلتا دي اللي هي نفسها الدلتا دي، الزاوية بين الانديوز دي ام اف والتيرمينال بولت، الانديوز والتيرمينال. احنا هنا اهملنا الار، صح، اهملنا الريزيستنس كومبيرد للاكس. وبراكتيكالي لو انت اهملتها هتلاقيها فعلا الافكت بتاعها ضعيف جدا، الافكت بتاع ار دي ضعيف لان قيمتها فيري سمول كومبيرد لاكس اس. فيبقى انا عندي هنا، انا عملت لك هنا ملخص بس كده للايه، للاناليسز الخاص بالسينكرونس عشان تعرف الدلتا دي جت منين اصلا. الدلتا دي اللي هي الزاويه بين الاي والفي تيرمينال، دي بنسميها سوينج ايكويشن. سوينج ايكويشن دي بتشوف الفاريشن اللي بيحصل في التورك انجل، الفاريشن اللي بيحصل في التورك انجل. هنا لو انا عندي اتنين ماشينز، لو انا عندي اتنين ماشينز بنعرف حاجتين، الريتنج بتاع الماشين، وفي بقى بيز بتاع السيستم. في بيز بتاع السيستم لما يكون عندي في اتنين جنريتورز. طبعا انت لما بنيجي احنا نشغل الشبكات، مش هشغل محطه واحده، انا ببقى مشغل محطات على مستوى البلد نفسها او مستوى الدوله يعني، وبعد كده باجي بشغل المحطات دي. ففي بيز لحاجه اسمها بيز للسيستم، وفي حاجه اسمها بيز للماشين. بيز للماشين، الماشين نفسها ليها بيز. لما اجي انا بشتغل بالبير يونت لازم احدد البيز. وانا لما هسالك ان شاء الله يعني السؤال هسالك وهقول لك البير يونت دي، او انت هتنسب الى انهي بيز، هتنسب الى انهي بيز. لما يكون ماشين واحده، ماشين واحدة دايما باخد الريتنج بتاعها هو الايه، هو البيز بتاعي، شيء منطقي. وباخد الفولت بتاعها هو البيز بتاعي، وباخد يعني هو ده بيمثل 100%. ممكن بقى اجي انا لو انا طلعت عند البير يونت واحد يبقى فعلا ماشي صح، لو طلعت اقل يبقى اقل من البيز فاليو. فهو راح عمل هنا الايكويشن اللي هي سوينج ايكويشن، جاب الجي ماشين على الجي سيستم، وهنا ضرب في الجي ماشين على الجي سيستم. كانت هي اصلا الاتش ماشين، كانت ماشين واحده بقت اكتر من ماشين. فلما انا افرض جنرال بيز اللي هو بتاع السيستم، فضربها كده هنا، وصلت في النهايه الاتش سيستم على الباي في اف في الدي سكويرد دلتا باي دي تي سكويرد ايكوالز البي اي ماينس البي اي. Peer unit on a system base. أنا كتبها لك هي بخط عريض يعني. الـ H system اللي هو الـ constant، الـ inertia constant اللي هو بيمثل الـ G machine على الـ G system. الـ G دي اللي هي mega volt ampere، بالvolt ampere. احنا بنقول بالميجا على أساس إن احنا بنتعامل مع machines كبيرة في محطات،
مش ماشينز صغيرة في الملعب في المعمل. الجي ماشين على الجي سيستم في الاتش بتاعت الماشين، في الاتش الخاصة بالماشين. الاتش سيستم ده اللي احنا بنفرضه، يعني اللي احنا بنقول الاتش سيستم ده، اسف، احنا بنفرض الجي سيستم. الاتش سيستم ده اللي هو بيجي نتيجة ان انا حولت الاتش بتاعت الماشين الى الاتش سيستم، يعني بقت بير يونت برضه، بس مش للبيز بتاعها، لا للبيز الخاص بالسيستم كله. يبقى انا عملت لك السوينج ايكويشن دي، اهي الدريفيشن بتاعها عندك اهو، الدريفيشن بتاع السوينج ايكويشن موجود عندك. بنقول المعادله دي والمعادله دي، وبعد كده دخلنا في العلاقه بين الثيتا الكتريك والدلتا. قلت لك انا الحته دي انا مش هسالك فيها، انا يهمني في النهايه المعادله دي اللي هي دي 2 دلتا باي دي تي سكويرد ايكوالز البي اي ماينس البي اي. بتكلم على باور، يعني السوينج ايكويشن دي بتتكلم على باور، سواء انبوت او الكتروماجنتيك، والدلتا الفاريشن بتاع الدلتا اللي هي الباور انجل، الفاريشن الخاص بالدلتا اللي هي الباور انجل. وانا ان شاء الله يعني المحاضره القادمه هنعمل ديريفيشن بقى للباور بقى كفانكشن في دلتا، باور بتاعت الجنريتور. يبقى انا عملت لك ديريفيشن الخاص بالسوينج ايكويشن. السوينج ايكويشن دي مهمه، حضرتك لازم تكون حافظها وعارف يعني ازاي بعمل الديريفيشن بتاعها بتاع السوينج ايكويشن، يعني ده بطريقه مختصره. طب لو عندي تو ماشين سوينجينج، يعني اتنين ماشين مع بعض نفس الدلتا، بنقول يونيسون او كوهيرنتلي، يعني ماشين منسجمين مع بعض قوي، مفيش بينهم اختلاف، الاثنين بيغذوا لود او بيغذوا يعني مدينه، والاثنين دول ماشيين مع بعض، ماشيين مفيش بينهم اختلاف، يعني ستيبل، ماشيين في ستابيليتي ولا يوجد اي اختلاف بينهم، مفيش اختلاف بينهم. فبنقول ادي الماشين الاولانيه ليها سوينج ايكويشن اهي. احنا قلنا بقى هنشتغل بالايه؟ بالبير يونت، هنشتغل بالبير يونت. ادي الماشين ايكويشن الاولانيه، وادي السوينج ايكويشن للماشين الثانيه، شغالين ان يونيسون، يعني شغالين مع بعض نفس الدلتا ونفس الاوبريشن بتاعتهم. يبقى هنا سميت 1 الماشين رقم 1، وهنا الماشين رقم 2. تو ماشينز اهم، كل واحده ليها سوينج ايكويشن، كل واحده ليها سوينج ايكويشن. لو قلنا ان دلتا 1 ايكوالز دلتا 2 ايكوالز دلتا، الانجل التورك انجل متساويه، البي انبوت عباره عن بي انبوت 1 زائد بي انبوت 2، والالكترو ماجنتيك باور الاتش ايكويفالنت بيساوي اتش 1 بلس اتش 2 لما يكون التو ماشينز شغالين زي ما قلت لك ان يونيسون. يونيسون دي يعني ايه؟ يعني شغالين مع بعض ان سينكرونيزم، يعني الاثنين ماشيين مع بعض بنفس السرعه وبنفس الكفاءه وبنفس الزاويه، فيعني منسجمين مع بعض. فباجي اقول ان الاتش ايكوفالنت بتاعتنا بتساوي الاتش الجي 1 ماشين على جي 1 سيستم في الاتش 1 ماشين، ونفس الحكايه بالنسبه للاتش 2 ماشين. الاتش ايكوفالنت ديت دي ريفيرد للجي بتاع السيستم، للبيز الخاص بالسيستم، ريفيرد للبيز الخاص بالسيستم. في 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 مسائل هتفهمها اكتر لما تحل مساله يعني بتتكلم على تو ماشينز، وانا هحاول المحاضره القادمه ان شاء الله احل معاكم مساله هي موجوده في الشيت والمعيدين هيحل لكم، بس انا يعني ايه هحلها معاكم عشان اوضح لك ازاي انا المدخل بتاع الاستابيليتي اخش فيه ازاي انا افهم يعني ايه استابيليتي، ويعني ايه يحصل تشينج في الـ في الـ في الاوبريشن بتاعت الماشين او بتاعت السيستم نفسه. والتشينج ده انا هحدد ان السيستم ستيبل ولا مش ستيبل، افتر وجود افتر ديستربنس زي ما قلت لك من شويه.
آخر حاجة هنقولها، عشان أنا النهاردة يعني حبيت أخلي مدخل للاستابيليتي، السوينج كيرف. الإيكويشن اللي إحنا قلنا اللي هي سوينجينج إيكويشن دي، السوينج إيكويشن ديت دي ليها حل على فكرة، ليها حل، وليها حل بالكمبيوتر زي ما قلت، ليها حل بالكمبيوتر، برنامج كمبيوتر، وبنحل باللي هو ستيب باي ستيب ميثود، او بيسميها نيوميريكال اناليسيس. بنجيب الفاريشن اوف دلتا مع التايم، مع حدوث تشينج هنا في الباور، لو حصل تشينج في البي اي او تشينج في البي اي، سمول تشينج. لما يحصل سمول تشينج ده بيؤدي الى بيحصل تشينج في الدلتا، شيء منطقي جدا. فهل الدلتا هترجع ستيبل ولا لا؟ هو ده السؤال. لان الدلتا دي لو خرجت بره السيستم، هتلاقي الماشين هتخرج بره النظام كله وهتتفصل عن الشبكات. فلان الدلتا دي هي اللي بتربط الايه ال الماشينز. لما يكون عندي يعني اكتر من ماشين موجوده في السيستم، وده النورمال، وده النورمال. هنا عمل لك البلوت اوف كيرف، يعني هنا بيقول لك ان هو بيحلها بالكمبيوتر، وبنستعمل السوينج كيرف ده عشان نحدد السيستم بتاعه ستيبل ولا انستيبل. لو احنا شفنا الدلتا الفاريشن، لما نحل المعادله ونقادي الفاريشن اوف دلتا مع التايم، لما يكون الفاريشن بالشكل ده يحصل فاريشن، يعني لو حصل اي تشينج زي ما قلت لك، هنا لو حصل اي تشينج في البي اي، في البي اي او في البي اي، يحصل تشينج في الدلتا. دي بنسميها فتره ترانزيانت، ودي على فكره بتحصل يعني يمكن كل ساعه، وكل يعني بتحصل في اليوم كتير كتير جدا، يعني لان لازم يحصل تشينج في البي اي ولازم يحصل تشينج في البي اي. بس المشكله بقى لو البي اي اكبر من لو البي اي اكبر من البي اي اللي هي كيس، او لو البي اي اكبر من البي اي برضو، دي كيس تانية للتشينج، هنشوفهم إن شاء الله بالأرقام، بمسائل عشان نعرف إزاي ممكن إن أنا أحدد إن الماشين ستيبل ولا لأ، هترجع للوضع الستيبل بتاعها أور نوت. ودي مهمة جدا، يعني أنا هنا عندي يا إما ده بوزيتيف يا إما نيجاتيف، على حسب ما إحنا نشوفه. اللي أنا عايز أقوله ان هو لما جه يرسم ادي ده مرسوم على فكره، ده يترسم بالكمبيوتر، يعني ده يترسم بالكمبيوتر. ادي الستيدي ستيت كونديشن اهو، هو وصلت الدلتا الى قيمه ستيبل، يعني انا عندي هنا ده الفاريشن اوف دلتا مع الايه، مع التايم. هنا طبعا دي فتره الترانزيانت، شايف دي فتره الترانزيانت، بعد كده بيخش في الستيدي ستيت، خلاص يبقى ده ستيبل، يعني الكيرف ده ستيبل. يعني ايه ستيبل؟ يعني وصل الى قيمه ثابته، وصل الى قيمه ثابته افتر اي بيريود اوف تايم، اللي هي ترانزيانت ويف. ده ترانزيانت تايم، يعني بعد التايم تي 1 ده وصل للستيدي ستيت. بعد التايم تي 1 دخلنا في الستيدي ستيت، يعني ايه؟ يعني دخلنا في الستيبل اوبريشن، يبقى فعلا السيستم ستيبل. يبقى هنا نقول ان السيستم بتاعي ستيبل. الكيرف ده بنجيبه بالكمبيوتر، بنجيبه ان بنحل المعادله وبنرسم الكيرف ده. ممكن لو الكيرف ده بفرض ان الكيرف ده طلع عامل كده لفوق، بنقول ان ده انستيبل. ممكن يطلع عامل كده وممكن يطلع لفوق، يبقى ده unstable، ده unstable. الماشين كده هتخرج بره الاستابيليتي
وتخرج بره الشبكه، بره السيستم كله انستيبل. يبقى دي هنا، دي هنا انستيبل، واخد بالك، وهنا دي ده ستيبل. مين بقى اللي بيحدد حسب الديستربنس وحسب التايم ده وحسب التايم وحسب كمان التايم الحاجه بنسميها احنا هنشوفها بقى، هنشوفها بقى ان شاء الله المحاضره الجايه، الكليرنج تايم، يعني امتى انا امتى الفولت هينتهي او امتى الديستربنس هينتهي، امتى الديستربنس ده هينتهي. اللي بيحدد لي هنا الفتره اللي انا هخش فيها على الستيبل او الستيدي ستيت بوينت او الستيدي ستيت اوبريشن، وهتبقى الدلتا بقى اصبحت كونستانت، خلاص اصبحت ثابته لها قيمه معينه. يبقى ده اللي هو الدلتا مع التايم، الدلتا مع التايم. طب انا اعرف ازاي او انا ازاي من غير حتى الكمبيوتر، لو انا جيت عند اي نقطه، يعني انا لو جيت هنا، لو جيت هنا عند النقطه ديت، عند النقطه دي مثلا، عند النقطه دي في الكيرف اللي هو الموف دوت، لو انا جيت هنا عند الكيرف ده، طبعا الدي دلتا باي دي عند النقطه دي، الدي دلتا، الدي دلتا باي دي تي بتساوي صفر، صح؟ يعني عند النقطه دي، لو انا عندي عند اي نقطه او عند اي تايم لقيت ان دي دلتا باي دي تي بتساوي صفر، يبقى السيستم ستيبل على طول عند اي نقطه. انا لو جيت عند بوينت معينه هنا وهنا برضو بتساوي صفر، وهنا بتساوي صفر، وهنا بتساوي صفر، اند سو اون، يبقى السيستم ستيبل، يعني معناها ان هو رجع، يعني الزاويه مشيت كده وبدا يرجع، بدات ترجع تاني، يبقى كده ستيبل. ما دام بدات ترجع يبقى احنا كده ايه، ستيبل. لو الزاويه زادت وزياده مشيت كده يبقى لا، يبقى انا عندي ده انستيبل. فهو هنا عرفها لك ان هو دي دلتا اللي هو دي دلتا باي دي تي اكبر من الزيرو لو كان عندي التايم اكبر من 1 سكند. 1 سكند دي طبعا بالنسبه للترانزيانت تعتبر لونج تايم، واخد بالك، يعني احنا بنشتغل بالملي، نشتغل بالملي، يعني المفروض ان الفتره ما تزيدش عن الملي، لكن او اقل. لكن بنقول انه لو انا عندي البيريود بتاعتي لو زادت عن، يعني لونج تايم ده يعني ان هو اكتر من 1 سكند، يعتبر بالنسبه لنا لونج تايم اللي هو تايم اوف ديستربنس، time of disturbance. يبقى انا اللي بيحكمني الدي دلتا باي دي تي، دي دلتا باي دي تي. انا مش هطلب منك الكيرف ده بالكمبيوتر. السوينج كيرف زي ما قلت لك ده مهم، وهو ده الحاجه اللي انا يعني ايه يعني بفهم بيها الاستابيليتي. يبقى احنا النهارده عرفنا يعني المفهوم بتاع الاستابيليتي، عرفنا الميننج او عرفنا الزاويه دلتا، وعرفنا كمان حاجه اسمها سوينج ايكويشن. سوينج ايكويشن اللي هي بتتكلم على التشينج في الدلتا مع التشينج في الباور، سواء انبوت الكتريك، سواء ميكانيكال او الكتريك بالنسبه للسنكرونس جنريتور. اللي احنا هنتعامل معاه ان شاء الله، يعني هنتعامل مع الدايره دي فقط بالنسبة عشان ندرس الاستابيليتي، مع إهمال الريزيستنس، الأرمتشر ريزيستنس، مع إهمال الأرمتشر ريزيستنس، وبنتعامل مع الفولتج إيكويشن اللي هي الإي بتساوي الأي في الإكس زائد الفي تيرمينال، زائد الفي تيرمينال. خلي بالك كمان هنا الباور فاكتور، الباور فاكتور اللي هو الزاويه بين، يعني انا لما بتكلم على الباور فاكتور اللي هو الزاويه بين مين ومين، اللي هو الزاويه بين ادي بين الفولت وال اللي هي هنسميها ثيتا او فاي او اي حاجه، يعني دي الزاويه دي اللي هي الزاويه بين التيار اللي هنا واللي هو الاي ارمتشر، الاي ارمتشر اللي ماشي هنا
الاي ارمتشر والفي تيرمينال، بفرض ان انا موصل لود، يعني انا موصل هنا لود ايا كان اللود اللي انا موصله ده، الكتريك لود ده جنريتور بقى، واحنا شغالين على الكتريك لود هنا. يبقى انا لو وصلت هنا الكتريك لود هيبتدي يشد ايه، يسحب تيار. والفولت هنا هنتعرض برضو لحاجه اسمها فولتج انستابيليتي، لان الفولت ده هيبتدي يقل. هيقل ليه؟ هيقل ليه؟ علشان في دروب حصل هنا، في دروب حصل في ال في دروب حصل في الايه، في الامبيدنس بتاعه الارمتشر. هذا الدروب اللي حصل في الامبيدنس دوت بيؤدي الى فولتج، الفولت ده هيبتدي يقل. لما اجي للانديوس دي ام اف، الكلام ده ما مش مكتوب بس انا ايه بقوله هون، وانت سعادتك تقدر تسمعه. الاي ده بيمثل الانديوس دي ام اف، اللي هي بتساوي كونستانت في ان في فاي، او كونستانت في ان في الاي فيلد، ان صح. الاي فانكشن في مين؟ فانكشن في السبيد، وفانكشن في الفيلد كارنت. فانكشن في حاجتين، في السبيد وفي الفيلد كارنت. السبيد اللي هي بتتحدد زي ما قلنا، اللي هي 100، اللي هي 120 اف على بي، او 60 اف على بي لو اعتبرت ان البي البول بيرز. هتقول 120 اف على بي، ماشي. البي دي التوتال نمبر اوف بولز، ده السبيد 120 اف على بي. الاي فيلد ده بيجي من هنا، بيجي من الـ من الـ من الفيلد. في هنا في تيرمينال، في هنا الفي فيلد، هنا في هنا مفروض ان انا عندي الفي فيلد، هنا الفي فيلد اهو، ده الفي فيلد. لو قسمته على الار يديني الاي فيلد، يبقى الاي فيلد ده اللي بيحدده الفولت والريزيستنس بتاعه الايه، بتاعه الفيلد. طيب انا دلوقتي هقول حاجه، يبقى انا على الـ يبقى الاي ده لو انا عندي السبيد كونستانت والاي فيلد كونستانت، يبقى الاي لازم يكون كونستانت، مش كده ولا ايه؟ يعني انا حاجتين، لو سرعه الماشين ثابته و الاي فيلد ده كونستانت، يبقى لازم يكون ايه؟ لازم يكون الاي كونستانت. طيب لما الفولت ده يقل لازم ارفع ده عشان ارجع الفولت ده لقيمته. عشان ارفع الاي حاجه من الاثنين، يا اما ارفع الاي فيلد يعني انكريز الاي فيلد، يا اما انكريز السبيد، حاجه من الاثنين صح؟ طب انا عشان اعمل انكريز للسبيد ده مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ لان سرعه ثابته وفريكوانسي ثابت. عشان اغير السبيد هغير الفريكوانسي، انما عشان اغير الاي فيلد او اعمل تشينج الاي فيلد، سهل قوي ان انا اعمل تشينج هنا عن طريق مقاومه احطها هنا. يبقى انا اتحكم في الاي فيلد دي، بيسموها ايه؟ بيسموها الكنترول، او بيسميها الـ 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 ده اللي هو الاكسايتيشن، ده اللي هو الاكسايتيشن سيستم، اللي هو الفيلد ده احنا بنسميه اكسايتيشن، او بنسميه اكسايتر، بنسميه اكسايتيشن او اكسايتر. معايا يا باشمهندسين ولا حد هرب؟ يعني حد يجاوبني؟ مع حضرتك يا دكتور. تمام مع حضرتك. تمام. فاحنا هناخد بس من السينكرونس هي الايكوفالنت سيركت دي، بس سعادتك تكون فاهم بقى. طبعا دي حاجه ليك انت طبعا، وحاجه للمقرر الاخر، انك انت لازم تكون فاهم الايه السينكرونس، لكن احنا هنتعامل معاها من خلال الايكوفالنت سيركت، لان انا تعاملاتي كلها في الاستابيليتي، تشينج اوف باور، تشينج اوف روتور انجل اللي هي التورك انجل. لو حصل هتشوف برضو شورت سيركت، لو حصل شورت سيركت على اطراف الماشين هترجع ستيبل ولا لا بعد الفولت ده ما يتشال؟ ممكن ما ترجعش الماشين، ممكن ما ترجع حتى بعد الفولت، بعد ما نعمل كليرنج للفولت برضو نفس الحكايه، ماشي ممكن ما ترجعش. وفي اكزامبلز على كده بالارقام، فعشان تفهمها اكتر، انت لما تحل المسائل بالارقام هتفهمها، هتفهم يعني ايه ازاي. يعني انا لما ان شاء الله زي ما قلت لكم في الشيت، والمره الجايه هحل لكم مساله بالارقام. انا عندي هنا الايكوفالنت سيركت دي مهمه، دي ابلايد سواء 3 فيز او سنجل.
لو 3 فيز ماشين دي بنسميها احنا سنجل لاين دياجرام، بناخد بنعمل لها سنجل فيز ايكوفالنت سيركت، ولو كانت سنجل فيز ماشين برضو بنعمل لها نفس الايكوفالنت سيركت ديت. دي اللي تهمني في الدراسه بتاعتنا، دي اللي تهمني لانها هي بتتكلم على اكسايتر اللي هو ده الاكسايتر، وده الارمتشر، الارمتشر اللي هو بيحصل جواه جنريشن للفولت، دي حاجه، وبيتكلم على ان انا ازاي اوصل باللود، ازاي اوصل هنا او اللود ما يكون كونكتد على اطراف الارمتشر، اللود كونكتد على اطراف الارمتشر. الفيلد هنا هو الروتر، الفيلد هنا هو الروتر، والارمتشر هو الستيتور، لان انا هنا الفيلد بتاعي، الفيلد بتاعي ده دايما اللارج ماشينز اللي هي المحطات اللي موجوده في اللي هي الجنريتور اللي موجود في محطات التوليد ايا كانت، دايما بيبقى لارج ماشين، مش كده ولا ايه؟ بتبقى لارج ماشين، فالجنريتور ده بيبقى هنا في عندك هنا ايه، بيبقى في عندك الروتور، الروتور دايما بيبقى على الفيلد، اسف الفيلد وايندنج بيبقى على الروتور، وبنغذيه دي سي على الروتور، وبنغذيه دي سي، بياخد دي سي من هنا اللي هو الفولت بتاع الفيلد، بيمشي فيه الكرنت هنا اللي هو الكرنت اللي ماشي جوه الفيلد. يبقى انا لو زودت الكرنت هزود الاي، لو قللت الكرنت هقلل الاي، ات كونستانت سبيد، ات كونستانت سبيد. انتوا عارفين العمليه دي احنا طلعنا منها ايه؟ طلعنا منها الماجنتايزيشن كيرف بتاع الماشين، ماجنتايزيشن كيرف، ان انا برسم الاي مع الاي فيلد ات كونستانت سبيد، برسم الاي اللي هو الانديوس دي ام اف مع الاي فيلد ات كونستانت سبيد، يعني انا لو ثبتت السرعه وغيرت مين؟ وغيرت الاي فيلد عن طريق مين؟ عن طريق الريزيستنس، هنا بنحط هنا فاريبل ريزيستنس، بنحط هنا فاريبل ريزيستنس مع الفيلد بتتغير قيمتها، يعني انا بتحكم في الاي فيلد لو عايز ازوده او عايز اقلله. وفي حاليا في يعني في اكتر من اكسايتيشن، في اكتر من سيركتس خاصه بالاكسايتر بتاع السينكرونس، واتمنى انكم تشوفوه في على الطبيعه لما تروحوا تدريب او حاجه او زياره للمحطه، تشوفوا على الطبيعه الجنريتور هناك ده سينكرونس وشكله عامل ازاي، وازاي بياخد الميكانيكال باور، وازاي بيشتغل، وممكن تلاقي هناك جنريتور بيعملوا له مينتننس، فتقدر تشوف الكونستراكشن بتاعه الداخلي، هتلاقي برضو ان الفيلد هو الروتور وان الارمتشر هو الستيتور. وزي ما قلت لك احنا يهمنا ايه؟ احنا يهمنا الباور، يهمني الباور، الباور والسبيد، الحاجتين دول يهمني الباور والسبيد، بس عشان ادرس الجنريتور كاوبريشن وليس ككونستراكشن او ثيري اوف او الثيري بتاعته او اي حاجه اخرى، لا انا بدرس بس الايه، الحاجات المتعلقه بالستابيليتي. مفهوم يا باشمهندسين؟ فاللي احنا نعرفه هنا بس، انتوا هتاخدوا الايكوفالنت سيركت اكيد يعني مع في دراسه الماشين نفسها، بس انا هنا اديتها لكم او يعني عرفتها لكم على اساس ان احنا هنستعملها بعد كده في المحاضره الجايه ان شاء الله، هنستعمل الدايره ديت، وهنستعمل ممكن الفيزور دياجرام ده، وهنشوف ازاي ان احنا نتعامل مع الباور لو حصل تشينج في الباور، او حصل تشينج في التورك، او حصل تشينج في اي حاجه. طبعا دي بتحصل لان التشينج بتاع الباور ده وارد، اللود ما هوش كونستانت، اللود ما هوش كونستانت، يعني الصبح غير الظهر غير بالليل غير في اي وقت، فكون ان يحصل تشينج في اللود طبعا ده وارد جدا، انه بيحصل في اليوم كثير جدا، بيحصل فيه ديستربنس، ده احنا بنسميه ديستربنس، حتى لو كان طبيعي، لو كان ديستربنس طبيعي يحدث طبيعي. حد عنده سؤال؟ يا باشمهندسين انا عندي هنا زي ما قلت لك السوينج ايكويشن دي، حضرتك يعني يا ريت تقراها قبل المحاضره الجايه،
وتقرا كمان اللي هي الانيرشيا كونستانتس والكلام ده اللي احنا قلناه، وان انا بتعامل معاهم كلهم ان بير يونت. ان بير يونت يعني كل تعاملاتي بالبير يونت. وزي ما قلت لك انت لازم تكون عارف الديريفيشن الخاص بالسوينج ايكويشن. الديريفيشن الخاص بالسوينج ايكويشن اللي هي دي بالميجا وات ودي بالبير يونت، دي بالميجا وات ودي بالبير يونت. دكتور سؤال. نعم اتفضل. او حضرتك كنت بتقول الدايمنشنز بتاعت الام هي دي بالميجا وات دايمنشن يعني اليونت يعني؟ هنا بالبير يونت خلاص دي بقت بير يونت. ادي اهي الام اهي، ما الام احنا قلناها قبل كده صح؟ اهي. قصدي كلمة الام. دايمنشن يعني يونت صح؟ بالظبط كده. ادي الجي اتش على 180 دي الميجا جول سكند. بير الكتريك ديجريز. معلش دي اتنين قلتها قبل كده وبكررها تاني. يبقى انا عندي هنا ايه؟ دي الكتريك ديجريز اللي هي عوض كده، ولو قسم على الجي، لو قسم على الجي يبقى اصبحت بير يونت. بس معايا يا باشمهندس؟ تمام يا دكتور. الجي دي بالميجا فولت امبير. احنا طبعا بناخد الميجا فولت امبير هو البيز باور، ميجا فولت امبير او اللي هو الفولت امبير، بس انا باخد الميجا عشان الماشينز دي كبيره، عشان لارج ماشينز فالباور بتاعتها عاليه. بس لكن في النهايه متعامل مع الفولت امبير. تفرق بين الام وبين الاتش، لازم تعرف ديت لان هسالك فيها، بين الام وبين الاتش. وعندك لما يكون بالجول او يكون بالايه؟ بالبير يونت. بالبير يونت. بالبير يونت. دكتور طب سؤال، اتفضل. هي ازاي بير يونت وليها يونت اللي هي السكند سكوير على الالكتريك ديجري؟ مش المفروض البير يونت اللي انا بقسم الحاجة على الريتد بتاعها فيبقى ملهاش يونت؟ صح. الالكتريك ديجريز دي ايه؟ الالكتريك سواء ديجريز او راديانز. الكتريك راديانز دي المفروض انها راديانز. فيها سكند ولا لا؟ مظبوط. يعني دي فيها دي بير يونت، هنا دي بير يونت، يعني المفروض دي ايه؟ المفروض انها بالجول، ما بقتش بالجول، بقت بالبير يونت، لان دي انيرشيا المفروض اليونت بتاعتها جول. احنا حولناها الى بير يونت، بقت الاتش ومعاها الفريكوانسي، الاتش ومعاها الفريكوانسي اللي هي سكند على الكتريك راديانز او سكند على الالكتريك ديجريز. معايا يا باشمهندس؟ لان دي اصلا جايه من الايه؟ ادي دي ميجا جول، ميجا جول سكند على الكتريك راديانز. فانا لما بقسم على الباور يعني دي ما بقتش بقى باور. مظبوط. ما دي اصلها ايه؟ اصلها الجي، دي اصلها الجي اللي هو المومنت اوف انيرشيا. تمام. غيره؟ طيب انا عايزكم بس ايه، انا اكتفيت بهذا الجزء النهارده. ليه؟ لان عايزك تقراه كده لغايه المره القادمه، عشان إيه لو ظهر لك حاجه نتناقش فيها. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما نيجي ناخد اكزامبل تبقى انت فاهم الايه البيزكس النظري، عشان اللي هيكون فاهمها هيفهم الاكزامبل مباشره، ازاي انا غيرت وازاي انا حسبت وازاي انا قلت السيستم ستيبل ولا انستيبل. فهمني؟ ما ماشي يا باشمهندسين؟ تمام. طيب حد تاني عنده اي استفسار؟ شكرا. في محاضرة الاسبوع الجاي يا دكتور؟ لا بقى الاسبوع الجاي بقى انتوا هتعيدوا ولا هتعملوا ايه بالظبط يعني؟ تمام. مش كده؟ انا بتاكد بس. ايوه. لا كويس. تمام. يعني انا هكون على اتصال بالاستاذ المندوب